وقام حدث مهم جدا هو ثورة العشرين في إيران ضد المصالح، لكن بدأت المصالح الأجنبية تنتشر. نعم. وهنا عندما انهارت دولة القاجار في 25 بريطانيا كانت هي التي تحكم فعليا، لكن من دون تحت الستار عبر شركاتها وعبر جيوشها. فجاءت بالشاه رضا بهلوي، مش محمد رضا بهلوي اللي قامت عليه الثورة، رضا الأب. نعم. وأسست دولة الشاه. هذا الرجل كشخصيته هو شخصية فارسية مخلصة للعرق الفارسي بامتياز. نعم. بدليل أنه تسمى باسم بهلوي. هو كان جويش أو كان يعني رتبة صغيرة في الجيش، تابع للجيش البريطاني في أحد المستعمرات. فجاءوا به وسلطنوه كما فعلوا مع الملك فؤاد في مصر. نعم. أتوا به من أوروبا فوضعوه على الكرسي. نعم. عندما جاء أحب أن يؤسس لنفسه إمبراطورية، فسمى العرش عرش الشاه أو عرش الطاووس. ثم تسمت المنطقة لأول مرة باسم إيران نسبة إلى آريا، الاسم الفارسي العريق جدا قبل 1500 عام من ظهور الإسلام، ليس 1500 من العام من الآن يعني. فهذا قبل الدولة الساسانية اسم آريا هذا. ثم تسمى باسم بهلوي الذي أيضا ينتمي إلى أسرة شديدة العراقة في ال. واستمر الحال إلى أن كبر في السن، فأرادت بريطانيا أن تستبدله في حياته، فوافق لإدراكه أن القوة معهم، فجاءوا بالشاه الشاب محمد رضا بهلوي. لكن عندما جاء محمد رضا بهلوي للحكم لم يأو، كان مهيض الجناح طبعا. كانت إيران هنا بدأت تتشكل فيها في الداخل صراع القوميات والعرقيات والأفكار. طيب، حتى يعني نعود لأصل القصة من البداية وقد تكلمنا فيها، أريد أن أركز على مسألة تعدد المرجعيات. نعم. تعامل البريطانيين مع هذه القضية وكيف استطاعوا أن يتعاملوا مع هذه المرجعيات مع وجود الخلافات الموجودة. أولا، التعامل البريطاني مع المرجعيات بالنسبة للبريطانيين لم يكن هناك مشكلة أصلا، لأنهم عندما أتوا في وقت مبكر ووجدوا المرجعيات الأصلية، وكانوا عددهم لا يتجاوز 4 أو 5 كبار في الحوزات بخلاف الباقين، جندوا هؤلاء. ثم أتوا لهم بتلامذة يؤسسونهم على أعينهم أيضا، يصنعونهم صناعة كي يصبحوا هم المراجع فيما بعد. أتوا بهم من أين؟ من الهند، من بعضهم على ديانة السيخ، مثل الخميني، والد الخميني. ولد الخميني جاء من هناك، ليس إيرانيا أصلا. لكن أعتقد أن كان فيلم وقوعي وفضح القصة دي. ما ده المرحلة الثانية. ما ليس أقول لك هنا لما جاء عصر الشاه، عندما جاء عصر الشاه تفجر عصر القوميات وعصر العرقيات وعصر الأفكار. ما هو سبب صراع الأفكار؟ ظهور المرجعيات المماثلة للشيخ البرقوعي، وده رجل ليس سهلا. أولا يعني الرجل كان موثوقا في نسبه بالنسبة للإيرانيين. الأمر الثاني، البرقعي هو الذي فضح الموضوع استيراد التلاميذ الهنود والسيخ وغيرهم فيه ودفعهم دفعا إلى المراجع إلى المرجعيات من مملكة أوذة وطبعا هذا المسار الذي سلكه البريطانيين كان مفضوحا لدرجة كبيرة، لكن تم السيطرة على البرقعي. أنا لا أدري كيف تخلصوا منها، لكن أثره وحركته لا زالت شاهدة أو ماثلة أمام الناس إلى الآن، مرآية الله البرقعي.